توني ان اسمع اسمع هلا هلا وبعدين اعمل لي اوادم لعبي مع ناصر خلي ناصر يبعث لي عارفة روحي غلطانة بغى نصلح الغلطة يا انا بزاف ندمانة توحشتك هاي توحشتي من زمان هي من الضحكة هي من الغرام يا كنتي معايا عارفة روحي غلطانة بغى نصلح الغلطة حياتي عجب تعالوا اوريكم قطة ولاد القطة تعالوا شوفوا القطة جابت ولاد وانا لا شوفوا وين وين اللف الكاميرا يا الله دخيلك وين لفك الكاميرا مرة شوفوا شوفوا يا حواري شوفوا هذا الابيض يطلطل على هذا الاسود ويقرص ويرجع يعمل نفسه نايم ها انا منه ما له الا باين عليه روش شوف شوف نايمين فوق بعض يا عمرك شفتوا شفتوا ولا كان معلق شفتوا قطواتي جابوا ولاد شفتوا شفتوا القطه جابت ولاد يعلق لسه يعلق لسه يعلق شفافي يعلقون شوف شفافي قشرون لا تفتحين بالليل ما بفتح ان شاء الله هذه اللي تسكر امك اللي تسكر العين ابوك على ابو اللي نفضك واللي اعطاك التليفون عشان تدخل عند الناس مو مثلنا مثل امك تعال ميلانو اعمل له بلوك لحظه اعمل لك بلوك بالكلب تبعي الكلب ما راح اوسخ ايدي ولا المودريترات اللي عندي راح يوسخون ايدهم راح ابلكك بالكلب تبعي ها بقدم لكم كلبي هلا بيحط كومنت هاو هاو هذا اسمه ميلانو تمام هذا راح اعمل لك بلوك الكلب تخيل بلكك كلب يعني انت مهان درجة انه كلبي عمل لك بلوك تعالي ملعون جلجل
عرف روحي غرتونا بغسل على الغطان. تعال اكتب كومنت، اكتب كومنت. ترى طفل ابوك طفل بربي عادي، انا هون عشان اربي الاجيال القادمة، هذا اللي بربي ما راح اربي انا لاني مو فاضية، راح اخلي الكلب تبعي يبلكو يربي عادي مو مشكلة، انا معروفة من استدعاء ربي الاطفال، ما انا مش ميس، ميس لازم يحترم الميس تبعه. والله هذا المرتب يا جماعة فخم 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 يا بنات، شوفوا هذا، هذا المرتب والله كتير حلو، أحس إنك نافخة شفايفك وكده. أوكي أنا ناشفخة نافخة شفايفي ترى، تمام حاطة فيلر لشفايفي أوكي، بس هذا يعطيك يعطيك، ما أعرف أنا الفيلر ما أعرف ليش راح أسوي، مثلا اليوم بكرة ألاقيه راح، ما أعرف يذوب من الملل يطج من كثر ما أسوي الفيلر وأجلس بالبيت ما حد يشوف الفيلر حقي الا انتو، فيطج ويروح قول مالك داعي خساره فيك احنا، فيروح فحط هذا. انا كثير بحبك يا دعاء يا عمري، حتى انا احبكم بس ما ابي اصارحكم عشان ما تكبرون راسكم. اعملي مكياج تكفي، والله ما عندي مكياج، هلا هذا المكياج كله ما له داعي، مو المكياج الاساسي اللي بحطه، المكياج الاساسي يمكن اخذته اختي من عند الجدف. حبك يا شيخة، حدد نوع الشيخة بليز. اللي تجي دعاء ترى اشوف يعني تقول لكم، تعرفون هذا الكتاب، هذا اسمه كتاب فن اللامبالاة، هذا تمام من كثر اللامبالاة اللي فيها ما قريته، يعني طلعت انا افخم من الكتاب، يعني كل شيء هذا الشيء اللي عمله الكتاب ما يعرف شيء من كتر المبالاة تبعي، بس تصورت فيه وبس ما قريته، بس يقولون انه حلو. لحظه اشوفه، شوفوا راح اعمل لكم حركه تمام، ركزوا اوكي، راح افتح صفحه عشوائيه اوكي، وهذه الصفحه العشوائيه رساله لإلي وإلكم تمام، هي رسالة ربانية كذا، رسالة إجاتنا عشان الله يبي يقولها لأحد فيكم أو لي تمام تمام. لا أول شيء راح أعمل رسالة تبي الله يبي يقولها لواحد فيكم أو كلكم أو ما أدري، المهم هذه رسالة لأحد، يعني أنا جاتني كذا إلا وهذه الرسالة تبي توصل لأحد تمام. يلا بسم الله بسم الله بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله بسم الله. أوكي راح أفتح عشوائي. خلال فين كنت أختار قيما أفضل، كنت أختار قيما متجهة إلى الاهتمام بنفسي وإلى معرفة المزيد عن نفسي، بدلا من أن تكون متجهة إلى محاولة جعل صديقتي السابقة تصلح ما أفسدته. شو أفسدت صديقتكم السابقة يا ملعون الجدف؟ أعرف أعرف أنكم يعني أصدقائكم كلهم أصدقاء السوء، طبعاً هالرسالة ما تعني لأني ما عندي أصدقاء أوكي. هلا رسالة هذه اللي جاية لإلي أنا أوكي؟ يلا بسم الله. يا ربي ما تجي في الكلمة، أنت فاشلة كده وصريحة فضيحة. بسم الله.
النتيجة أن معظم معتقداتنا خاطئة. كنت أعرف أني ما اللي داهي. أو لنكن أكثر دقة، معتقداتنا خاطئة كلها. أنا كنت أدري أني أنا كل فلسفتي على الفاضي، لكن في لكن في لكن لكن بعضها خاطئ أقل من غيره. لا والله، يعني شو تسوي السيني؟ العقل البشري شو قصدها؟ المهم العقل البشري كتلة متشابكة من قلة الدقة. خفت كنت سحب، فكرت ان راح تقول لي قلة الأدب او شيء. صحيح، كان جاوبتني على الكلمة وفجت. بسم الله. صحيح ان هذه فكرة قد تجعلك غير مرتاح. انا من قريتك ما مرتاحة، الا ان قبولها مهم اهمية يصعب تصديقها. وسوف ترى هذا امتى. طيب امتى؟ خلاص خلصتوا؟ طيب اعطوني الزمن. كتب شانيل تعالي يا عمري. كنت ادري اني انا كل معتقداتي خاطئة. اي والله انا كنت اعرف من اصدقائي كلهم سنافير. لا اكون كم اعتقد انهم سنافير يطلعوا طوال. يعني شو قصد الكتاب؟ تعال نشوف رسالة تانية. يا ربي انا ما فهمت، وضح لي اكتر يا ربي، تراني حمارة. اعطيني رسالة اوضح من هيك، ما فهمت شيء. بسم الله. مقلوب. اوكي، كيفما اتفق في اليوم الواحد. الفكرة هي في توضيحها أنه إذا أجبر نفسه على كتابة متن كلمة، وإن تكون يا رب أعطيني علامة، ترى ما أعرف أقرأ. أعطيني علامة الزنزال، أضربني بهذه الصفيحة، أي شيء. ترى ما أعرف أقرأ، ما أعرف، ما تعطيني رسائل مقرية. قول ولد اختك يسكتوا. ما يسكتون، عادوا مو اطفال، عادوا جنون. ما يسكتون، يطقون بعضهم 24 ساعة، ما يتعبون. عادوا مو براءة، عادوا ما يسكتون. اكون جالسة نايمة يمسكوني من قرايناتي، كده يسوون فيا، كده يسوون فيا. ما اعرف انا ضيفة ولا انا مهزقة. افتح المصحف. مصحف لمولي اللعب. مقلوب، حياتي مقلوبة. شوفوا حتى لما بدي رسالة ربانية حياتي جاتني بالمقلوب. تعرفون ان حياتي مقلوبة، سفاها على علاها، up and down. الله يسعدك يا جمو، ما قصرت انت. و شو اسمها البنوتة اللي كانت تدعمني؟